والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. يتفضل الشاعر شاعر الحسين عليه السلام محمد العاجيبي في قصيدة في رثاء الحسين عليه السلام، فاستقبلوه بأطيب الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. الجمع المبارك جميعا، خدام الحسين الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام الأليمة، أيام الحسين وآل الحسين، سألنا المولى القدير أن يمن علينا ويجعلنا من خدام الحسين ومن الثابتين على طريق الحسين ومن الباكين على حبيبي وسيدي ومولاي وشفيعي يوم الدين أبي الأحرار الحسين في الدنيا والآخرة، برفع الأيادي جميعاً، رفع الأيادي جميعاً، وبركة الصلاة على محمد وآل محمد. أنا أريد الصلاة الثانية التي تصل إلى أبي عبد الله الحسين مروراً بقبور شهداء شيعة أمير المؤمنين في أقطار المعمورة بأعلى أصواتكم. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. أبا عبد الله أينما كنا ونكون، إن
نقل لك بدل سبعينك استحقتهم الخيل نجيك على الصحن نزحف ملايين وجدينا على بابك يا ابن الأكرام ونعرفك تنطنق دوموش بعدين. السيدة زينب عندما رأت الذباحة لا أطيل عليكم يذبح برأس أخيها الحسين جزء جزء مرحلة مرحلة امرأة كبيرة في السن منهكة أريد بس الهدوء وأنا خادم لترابكم يا بعد عمري إذا بها مجال تقلل الحركة وأكون خادمكم أني بس الهدوء فدوا أروح لكم المعازيب لا يتحركون وأنا خادمكم يا بعد عمري. فالسيدة زينب منهكة امرأة كبيرة وتشوف الذباح يذبح تقل لذبح وش للدم فدوا روح لهذا الهدوء اي والله اذبح وش للدم وانكث وطشر خلي يطلع الموقف كان متخثر تقل لو قصر بالجسد حاسب حساب حسين حسين مسافر اصلا لازم يقصر او دمي بالحجار الحجر ملح القاع اذبح وش للدم وانكث وطشر خل يطلع الموقف كان متخثر وقصر بالجسد بالك وياي خلي يم زينب اليوم ها يم زينب خلي بالك وقصر بالجسد حاسب حساب حسين شاهو المسافر لازم يقصر تقل لو دمي بالحجار الحجر ملح القاع المالح يغزر تقل لسيفك حار بس ما يعرق القرآن أخوي تدثر بصورة المدثر تقل لستعجل بالذبح ما دام حار حسين ما يلحق بعد هم يا الله يخضر استعجل بالذبح ما دام حار حسين سيفك حار بس ما ينشو القرآن وين ما تكون قاعد بالمجلس بوي قاعد بعد عمر سيفك حار بس ما يعرق القرآن أخوي تدثر بصورة المدثر استعجل بالذبح ما دام حار حسين ما يلحق بعد هم يا الله يخضر تقل له اشفي دلالهم غصبا عليك شيوخ أخوي دلاله كانت بالسما تفور تقل له وبعد قو السهم خلي يقوى السهم والدنا والصحصين هد صدرك حلات السهم من يعبر تقل له بعد قو السهم والدنا خلي يقوى وذا يقوى السهم والد ام الصحصين هد صدرك حلات الجرح يعيش الجرح من يعبر تقل له وفرهد فرهد فرهد بس قف هو اللي يفرهد هيج انطاك المحبس المن قاطع الخنصر فرهد بس قف هو اللي يفرهد هيج انطاك المحبس المن قاطع الخنصر الصيام تقطعوهم ودخلاق الناس حسين يصيح اخو زينب اش تنظر حسين يصيح اخو زينب تنظر وبعد شنظر اش جاي انظر تقول له يشهق لو يسولف من حرك يا حسين اظن يريدنا تقرب شمر كتر شمر كتر تعب خال الولد كافر ده صلي عليه خطي أمي لوحدها قاعدة تكبر هذيك أمي لوحدها قاعدة تكبر منيمة نحر ابنها وجاية تناغيه دل الله يا بعد أمك ذبحك يحير لا هو شدخ رقبة وشد وتقوم ولا هو كسر مثل أمك ويجبر ولا هو مرض وقراله حتى يطيب الله يساعد أمنا شقد بعد تصبر تقول له شمر كل هذا الحكي وبعدك تطق بحسين خطي أم لوحدها قاعدة تكبر منيمة نحر ابنها وجاية تناغيد للؤي بعد أمك ذبحك يحير لا هو شدخ رقبة وشد وتقوم ولا هو كسر مثل أمك ويجبر ولا هو ألم وقراله حتى يطيب الله يساعد أمنج تقول له كل هذا الحكي وبعدك تطق بحسين لازم لوحة الله وقاعد تكسر تقول له هلكنا تقول له الشمر تقول له ولك هلكنا من الركض يلا لقينا حسين وركض ما تعرف الوادم يعثر ركض ما تعرف الوادم يدمر
ميل حتى ذا مذبوح يحكي وياي، دا شوف اسمع صوت اخته وبدا يكزبر، ميل وصل لبنياته محترقات، خلي يشكله ما دام الوقت مسفر، هلكنا هلكنا تقول له هالكانات، قص راسه على شوف العين، تعبنا شوي بعد ما نقدر ندور، التهي بعد شوي بنحره بصلاة الليل. يلا ابويا الايادي رحم الله من نادى وحسينه وغريبة، أنا أريد الصوت اللي يطلع من قلبك وحسينا، ولمثل هذا فليندب النادبون وليبكي الباكون وغريبة. تقول لك كل هذا الحج، تقول له هلكنا من الركض يلا لقينا حسين، تقول له ميل حتى ذا مذبوح يحكي وياي، دشوفه سمع صوت اخته وبدا يكزبر، ميل وصلا بنياته محترقات، خلي يشكله ما دام الوقت مسفر، يقول له تقول له هالكانات، قص راسه على شوف العين، تعبنا شوي بعد ما نقدر ندور، التهي بعد شوي بنحره بصلاة الليل، بلتبج على ابوها بنارك التمطر. تقول له مو قاعد اليوقع بالحرب مغلوب، الدور 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 سوال في المراجل من زينب تسمعها، تقول له مو قاعد اليوقع بالحرب مغلوب، وقعنا وباكر قرب موكب نبزر، مو قاعد اليوقع بالحرب مغلوب، وقعنا وباكر قرب موكب نبزر، شمر واستثمر بروس الزلم، بس شوف راس حسين باكر اقوى مستثمر، راس حسين باكر يسوى راس المال، وغصبا على شياخك نوقف نقرر، راس حسين باكر يسوى راس المال، وغصبا على شياخك نوقف نقرر. تقول له باكر من حرى يورد لطم خدام، باشر من حرى يخضر لطم خدام، الهدايا الليلة تنزل وانتظر وانظر، لا تتفاجأ منادم لهذا اليوم، ربك للحسين يجيب ويحضر. تقول له ودفن بالرزق خاطر عزيزي، يصير الكنز من يندفن عدواد ما يعمر، تقول له وقطع بالزكاة يبس عروق حسين، حسين مسافر أصلا لازم يقصر. وختاما هنا وصلت زينب للحسين، وصلت بعد عمري السولف وي الحسين، حتى تقول الروايات زينب من ركضت للحسين عثرت بأحد أولادها وما التفتت، ظلت تواكب المسير لما وصلت للحسين، هنا استحت خاف الحسين سمح السولف وي بنها قبل شوية، تقول له أبو علي ترى أنا عثرت على ابن، وهو مذبوح تتعذر منه، تقول له عثرت على ابن مو شيء، ابن تعبانة اللي تقدم ولدها عليك مو أنا، تقول له أنا بتفلاح ودر الثمر وين يميل، النخل مو على البزر ميلته على أخوانه، تقول له خاف اللي هو يقول لك بالك يمي ها، تقول له خاف اللي هو يقول لك وقفت على أولاد، فرد ركض أختك من الخيام لهنانه، وقفت يا ولد والعشرة ترسل قاع، طلعت للبن للقوم بحمانه، هالساعون من تنشد نطايح وين، وحق شواربك ما اندل مشانه. تقول لي اخويا حسين ترى اليسوى طلعت هنانه بس معصوم، اما انت تسوى الحج وتسوانه. زينب شلون وصلت؟ قالت لركضت ومن الدم ومن الدم ذيال العباية ثقال بكثر ما قشت على رقاب موتانا. تقول له ركضت حتى حليب الخوة يبقى بخير، وقمنا شمان تيه يثخن ويانا. تقول له وركض خوي حسين ركض عن ركض بالطف يختلف يحسين، فرق بين ركضنا وركضة عدانا، ركضة والشرف شاليدة منهم خيط، وركضنا والشرف حطيدة فوقانا، ركضة ونزل ويدبشون فوق حسين، وركضنا أهل قاع وطابوا بسمانا، ركضوا وكلهم وطق الفشل والعيب، وركضنا وطقت الزوار جوانا. تقول له ركضت حتى الشرف يذبل وما ينشاف، ولهذا وصلتك حيل ذبلانة، اشهضم هل يركض وما يدري وين يريد، لأن عطرك هو ومن كل كترجانه. خويه تقول لأخوها الحسين ها،
تقول لأخويا أقلب بالرقب حد ما عثرت عليك، لحد ما شفت موقف حيل شدانه. شن الموقف زينب؟ قالت لمن شفت أصدقائك نثر صحت الله، نعم هذا اللي يحسدون على صدقانه. شكو زينب تقول لربعك مو وجمن الرقب عرقانين، مطحونه هيلي ولسه خجلانه، تغطوا بالرمل مستحى من مريت، يا رقبة الأجيها يصيح مو أنا مو أنا. خويا شنو هالخبزة لمطشرتهم على الخيل؟ هذا البينكم يا ملح مولانا، هسا غير طاحوا لا تقوموا، شوف واحدهم وذر ويشيل بردانه، تقول له مشتاقت لك بقد الخضار البيك، اخذني وياك اريد ارتاح تعبانه، اسولف ويعلي على الماي ويضحكون ما يدرون شنت عليك عطشانه، يا ماي وقصصنا تغرق التاريخ بماي وجوه اخوتي الجنه غرقانه. وما ختاما الحسين ما ادري ايش قال لاخته او صاحت الحوراء، اسمعوا حسين شو يقلكم ببيانه، شو يقول ابو علي؟ يقول اللي يريد يحبنا لازم يفتهم شو نريد، انذبحنا واللي يحب ينذبح ويانا. اللي يريد يحبنا لازم يفتهم شو نريد، انذبحنا واللي يحب ينذبح. عفت روحه لشباكك بدن ياي حسين، وحكيت جروحي يم بابك وبدن جاي، حسين خلافك اش عندي بدنياي، حسين خلافك اش عندي. اريد من الخدام والنبي هصوت منك، حسين خلافك اش عندي، قعدت ببابك ومديت دي هذا. واستغفر الله لي ولكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن والله من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي قال ربي نجني من القوم الظالمين. صلوا على محمد وآل محمد. الناظر في نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه والقارئ لها بعناية يرى إن الإمام الحسين عليه السلام كان يصر على أن يتحدث في كل موطن من المواطن التي نزل فيها، أو في كل موقف من المواقف التي احتك بها بالآخرين. ومنذ أن خرج، خرج بهذه الآية الشريفة، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين، إلى أن رفع رأسه الشريف على الرمح كان أيضا يتحدث. أم حسبت إن أصحاب الكهف والرقيم، يعني الإمام سلام الله عليه منذ أن خرج من المدينة إلى أن استشهد، وبعد استشهاده كان يصر على أن يتحدث. نعم هي معجزة، لكن أكو بها دلالة هذه.
لماذا كان يصر الإمام الحسين على أن يتحدث؟ ما معنى أن يتكلم مع جيش كان متعطشاً لدماء الإمام الحسين، بل أعلن بغضه لأمير المؤمنين عندما قال إنما نقاتلك بغضاً بأبي؟ شو معنى؟ ليش؟ أول أمر إن الإمام أراد أن يشير إلى أن هذه النهضة هي امتداد لنهضة الأنبياء، ولذلك ذكر الأنبياء في أكثر من موضع وذكر مواقف الأنبياء، فخرج منها خائفاً يترقب منه نبي الله موسى على نبينا وعلى أهل بيته وعليه الصلاة والسلام. لما طلع بهالآية هذه يوصف القرآن خروج نبي الله موسى، والإمام الحسين سلام الله عليه خرج بهذه الآية، مع أن هذه الآية قد يراها الناظر من بعيد لا تتناسب مع نهضته التي ستضمخ بالدماء، سيضمخ بالدماء وهو يعلم، وقد وقف في الأبطح وقال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني الساعة لأسلافي اشتياق يعقوب لولده يوسف أرى جسدي هذا تقطعه عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. يريد يشير هذه النهضة ضد فرعون هذه الأمة، وقال سلام الله عليه فإذا ابتليت الأمة براع مثل يزيد فعلى الإسلام السلام. فإذا أول أمر، وهذا في أكثر من موضع، لما يجي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر التقى بالإمام الحسين سلام الله عليه في الطريق، قال إلى أين أبا عبد الله؟ قال إلى العراق. قال أستودعك الله من شهيد، أنت راح تروح للشهادة، وبتعبيرنا اليوم مو من المعقول أن يكون عبد الله بن عمر أعلم بين قوسين بالتحليل بما سينتج من هذه النظرة من الإمام الحسين. الإمام الحسين أولاً عند ارتباط بالأخبار التي أخبر بها، الإمام الحسين ابن رسول الله ابن أمير المؤمنين، وقد دخل في المعترك بتعبيرنا السياسي بالمعترك من أجل الإمامة وهو في صغر سنه في مواضع متعددة، فمو معقولة يغفل الإمام الحسين إنه ذاهب للشهادة. واعترض محمد بن الحنفية وكل واحد كان يجيبه بسؤال، لما جاء عبد الله بن عمر وقال له الكلام قال له راح تقتل راح تستشهد، قال يا أبا عبد الرحمن، شوف الجواب، لا تقصرن عن نصرتي، إن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. قال له أنا امتداد للأنبياء، أكو نهضة، واتلوا بسم الله الرحمن الرحيم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. شايف شو؟ لا، من هذا الدم، هذا دم الإمام الحسين امتداد إلى دم هابيل ودم يحيى ودماء الأنبياء ودماء اللي كلها هذه وين؟ في الصراع بين الأنبياء وبين الطغيان، بين الطاغوت. والإمام الحسين سلام الله عليه ذكر في أكثر من موضع، إذا أريد أعد الشواهد ما تحصى، لزم الطفل الرضيع اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، يريد يقول هذه الثورة امتداد ارتباط بالأنبياء، هذا واحد. الأمر الثاني أراد أن يبين الموقف، شوف أيها الأحبة، المؤمن قائم على اثنين، على التشخيص وعلى الموقف. أول يشخص، لأن بعض الأحيان وراح نشوف أن الإمام الحسين واحد من أهدافه أن لا يجعل للعدو سبيل أن يخلط الأوراق، هذه قضية هواي مهمة، الأعداء يحاولون يخلطون الأوراق، ولذلك الإمام الحسين سوى، الإمام الحسين لما أراد يأخذ موقف شخص أولاً، لما جيء به صلوا على محمد وآل محمد، بعد ما أكو مكان لهنا أنا ما أجل، صلوا على محمد وآل محمد،
لما دخل الإمام الحسين لما دعاه والي المدينة راح منه أخذ وياه، أخذ أبناء عمومته جمع الهاشميين وأمر أبا الفضل العباس، يعني كأنه رايح وين المعركة لما يأمر واحد، وأوصاه قال أبا الفضل أنا داخل إذا استبطأتموني وإذا على صوتي في الدار فادخلوا، يعني اضربوا الحرس بتعبيرنا ودخلوا فادخلوا. وفعلا لما دخل لقى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، هذا كان والي المدينة وابن عم يزيد لكنه رجل عاقل، ولقى منه مروان. مروان عنده مشكلة ويا أهل البيت صلوات الله عليهم، غريبة ماكو موقف إلا ويكون ضد أهل البيت. لما دخل ونعال معاوية قال له نعالك معاوية، وطلب من عدي أن أطلب البيعة منك ومن ثلاثة آخرين، سمرج أطيل بالقصة. فالإمام الحسين سلام الله عليه باختصار قال له باكر الصبح نصبح وتصبحون، باكر الصبح إذا أجى الصبح نشوف هناك منه أحق بالبيعة. الوالي كان يحاول أن يحصل على العافية، ما يريد يصدم بالإمام الحسين، قال على رسلك أبا عبد الله اطلع روح. فمروان الصاح قال إذا خرج الحسين من هذا المكان لا تأخذ منه بيعة أبدا، أما أن يبايع أو تضرب عنقه، لو تضرب رأسه للحسين لو يبايع. نال الإمام الحسين سلام الله عليه احتاج الآن أولا يؤدب مروان، كل إنسان إلى كلام كل واحد شوش قال له، قال أنت أم هو يضرب عنقي يا ابن الزرقاء. طبعا حتى لما راد يأدبه بأدب، وهذا من أدب أهل البيت صلوات الله عليهم، أنت أم هو يضرب عنقي يا ابن الزرقاء. ثم التفت إلى الوالي، شوف أدب الإمام الحسين، قال أيها الأمير، احترم أنه هذا إنسان احترم للإمام الحسين فبادله الاحترام، قال له أيها الأمير اسمع، نحن شوية خلي المجلس بالأخير يهدأ، صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على، نحن أهل بيت بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد فاسق فاجر قاتل النفس المحرمة أو المحترمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. شوف هنا الإمام الحسين ما قال لأني ما أبايعه، قال ومثلي لا يبايع مثله، اللي سبقوني اللي هم مثلي على هذا المنهج ما يبايعون اللي مثل يزيد، واللي راح يجون من بعدي اللي راح يجون من بعدي ومثلي لا يبايع مثله. لما سمع العباس سلام الله عليه صوت الإمام الحسين على في الدار دخلوا الهاشميين، دخل الهاشميون وأيديهم على مقابض سيوفهم، يقولون إن العباس سلام الله عليه كان ينظر إلى عيون الحسين ويا من يتحدث من اللي أغضبه، فوضع يده على ذاك الكف الشريف، ذاك الكف الذي سيقطع في يوم عاشوراء، قال على رسلك أبا الفضل أخرج، ما ماكو شيء. والشاهد من ذلك أراد أن يعلمنا المؤمن بدون تشخيص يقع في خطأ الموقف، والمؤمن إذا شخص وما عنده موقف ما يسوى تشخيص شيء، لابد أن يكون موقف للمؤمن من كل حدث صغير أو كبير. زين، بعد نجي إلى الثالثة، النقطة الثالثة اللي أراد منها الإمام الحسين أن يتحدث دائما، أراد من عدها أن لا تحرف الثورة. شلون لا تحرف الثورة؟ ترى أول يوم استهدفت الثورة بالتحريف وتفريغها من محتواها، أولاً قالوا صراع على السلطة، ما لنا وللسلاطين، الحسين سلطان يدور سلطة ويزيد، وطبعاً هذه هم صحيح افترض مثلاً كلا يقولون اثنين هم يدورون سلطة، بس الإمام الحسين وين؟ يزيد وين؟ شايف شو لا؟ يعني سلطة، القضية سلطة والحسين يريد سلطة، ما لنا والدخول بين السلاطين. وهذا لما يجون يطرحون هذه القضية راح نص الأمة تحيد، احنا شعلنا بهم عبيرنا شعلية، شايف شو لا؟ بينما وطبعا هذا أرادوه منه، بعد قالوا هاي صراع عشائر صراع قبائل هذه القضية، وهذا ركزه لما وقف يزيد على رأس الإمام الحسين ماذا قال؟ ليت أشياخي
يزيد ينطلق من هذا المنطلق، من منطلق الجاهلية. أما الإمام الحسين سلام الله عليه فخرج منها خائفاً يترقب، خائفاً على الدين، خائفاً على الشريعة، خائفاً على الأمة، طلع الإمام الحسين سلام الله عليه. أما يزيد فهذا تفكير يزيد: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج، من ضرب الأسل لأهلوا واستهلوا فرحاً. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم فعدلناه ببدر فاعتدل. إلا أن كفر فقال: لعبت هاشم بالملك فلا وحي نزل. وهذا طبعا مو بس يزيد، يزيد وغير يزيد. عبيد الله بن زياد شو يقولها زينب؟ الحمد لله الذي فضحكم وأكذب إحدوثتكم. هاي قصة الإسلام إحدوثة، شايف شو؟ لا، على كل حال فالإمام الحسين سلام الله عليه أراد أن لا تخلط الأوراق، أن لا تشوه الثورة. وترى لليوم أكو أيادي تحاول تشويه ثورة الإمام الحسين، إفراغها من محتواها. ثورة الإمام الحسين معيب أيها الأخوة أيها الأحبة، معيب أن يقول غاندي: تعلمت من الحسين أن أكون مظلوماً فأنتصر. واللي يعيش بأجواء الحسين وقريب من الحسين وما يفهم هذا المعنى وما ينتصر بالحسين. الإمام صلوا على محمد وآل محمد. معيب أن يقول انطوان بارا: لو كان عندنا مثل الحسين لوضعنا له فوق كل أرض منبر، ورفعنا له تحت كل سماء علم، ولدعونا الناس إليه باسم إلى المسيحية باسم الحسين، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. زين، بعد نجي إلى النقطة الأخرى، قضية الإيضاح والتوضيح. الإمام الحسين سلام الله عليه لما يقف أمام عمر بن سعد وشمر والأشكال هذه واللي واقفين وراهم، وينادي: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ يعني ايش تتصور يتأمل النصرة من هؤلاء؟ الحسين سلام الله عليه ما إن هؤلاء، إن هذه السيوف متعطشة لدمائه ودماء أهل بيته. ايش معنى يتحدث مع ذلك؟ الإمام الحسين سلام الله عليه ولو واحد يستنقذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما جاء رحمة لهؤلاء الناس، ولذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شو نقول لما نقدم يا رحمة الله الواسعة؟ ولذلك الإمام الحسين كان يصر واستنقذ. ها، من ذولا استنقذ؟ لما واحد من عندهم، هذا اللي اسمه مسروق بن وائل، مسروق بن وائل يقول: كنت في مقدمة الجيش لعلي أصيب رأس الحسين، لعلي أصيب رأس الحسين. يقول: أنا كنت بالمقدمة، بلكي أقدر أني، مو هم كلهم كانوا ينتظرون الأمير، اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رميت. فيقول: أنا كنت بالمقدمة لعلي أصيب رأس الحسين عليه السلام. يقول: فتقدم واحد اسمه ابن حوزة، شاف أكو نار مشتعلة، أساء الأدب مع الإمام الحسين، ما أحب أقول هالكلمة، قال له: استعجلت بالنار إلى آخره، استعجلت بالنار. فيقول الإمام الحسين ثلاث مرات طبعا ينادي هذا ابن حوزة: أين حسين؟ فيسكت الإمام الحسين، أين حسين؟ فيسكت الإمام. بالثالثة قال: قولوا له ما يريد. شو يريد؟ قال له: هاي النار أنت مستعجل بيها، أنت راح تروح للنار. للإمام الحسين تألم الإمام الحسين، قال: من أنت؟ قال له: أنا ابن حوزة. قال: اللهم حزه إلى النار، وبدأ يدعو الإمام الحسين، واستجيب دعاء الإمام الحسين في الوقت نفسه. يقول هذا ضرب الفرس، تعلق قدماه في الركاب وأخذت تضرب به كل حجر إلى أن تقطع. يقول: فعرفت إن لأهل هذا البيت حرمة فرجعت. الإمام الحسين ولو هل معنى هذا بقي يحاول مع هؤلاء مع معرفته. وترى أقول لك شيء ما دام الجمع كبير، هذه قضية إن الإمام الحسين بكى عليهم مو صحيحة، أبداً مو صحيحة.
ولا أكو مصدر واحد يذكر إن الإمام الحسين بكى عليهم. والمصيبة لما تذكر هاي القضية يذكروها بعد بعلة يعني أسوأ من هذا الكلام. شو يقولون؟ يقولون لأن هؤلاء سيدخلون جهنم بسبب، لا يدخلون جهنم بسبب أفعالهم، بل لما رأى منهم الإصرار على قتله وحرب الدين قال لهم تبا لكم أيتها الجماعة وترحى حين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا كان لنا في أيمانكم واقتدحتم نارا أو وحششتم نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل لكم فيهم إلى آخر الخطبة. فإذا الإمام الحسين سلام الله عليه أراد أن يوضح، والواقع لابد أن يكون عندنا هذه المدرسة كربلاء أن نستلهم هذا الدرس. لا أسكت على حقي والناس تهاجمني وتأكل حقي وأنا ساكت عليه، أبين للناس أوضح للناس، لأن أكو دعاية وأكو إعلام. الدعاية الأموية أوصلت بعض الشاميين أن يقول لما سأل أن أمير المؤمنين قتل قال وأين قتل علي بن أبي طالب، واحد من الشاميين قال له لن قتل بالمحراب، قال أو يصلي علي بن أبي طالب؟ هو علي بن أبي طالب يصلي؟ هذا منين؟ من الدعاية الأموية. وقال بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون. هذه نظرية عند الكفر إنه يأخذ عقول الناس بالدعاية. الدعاية الأموية جعل الزوجة يزيد هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز خلت هذه المرأة توصل السبايا إلى الشام وهي ما تدري من ذول السبايا اللي هي أقرب إلى 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 رأس القرار، ما تدري هذا من ذو هؤلاء. هذا الشايب العجوز الرجل الذي تلقى الإمام السجاد قال الحمد لله الذي خذلكم ونصر أمير المؤمنين، إيش قال الإمام السجاد؟ ما سكت، ما قال أنا الإمام السجاد أنا معروف، ما يحتاج أحكي. رجع له يا شيخ قرأت القرآن؟ وبدأ يذكر له الآيات ويسأله. فإذا أيها الأحبة الإمام الحسين أراد أن يعلمنا درس. بعد نجي إلى الأخير، أكو طبعا مجموعة من النقاط. أراد أن يبين موقعه وموقع أهل بيته في قضية قيادة هذه الأمة. أجي إلى النقطة الأخيرة وأختم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. أراد أن يبعث برسالة إلينا الإمام الحسين. كان لما يقول هل من ناصر ينصرنا ما كان يوجه إلى تلك الأمة التي اجتمعت على قتله، إنما كان يوجه إلينا، كان يوجه برسائل إلينا سلام الله عليه، يطلب النصرة. ورسالة الإمام الحسين سلام الله عليه أيها الأحبة في العزة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. شوف أخواني، هنا أنا الأمويين أرادوا إذلال الأمة بإذلال الإمام الحسين. الإمام الحسين أصر على قضية العزة، كان يبعث برسائل إلينا يا أتباع الحسين، من يتبع الحسين لا يذل، من يتبع الحسين لا يهزم. ولذلك كان يصيح بالميدان أبدا هيهات منا، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله علينا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طهرت وطابت، ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع كرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد والناصر، وترسم بتلك الأبيات فإن نهزم فهزامون قدما، وهجم بذيك الأسرة وهو في العز أبدا. ورحمة الله على سيد حيدر الحلي، أدى أبيات رائعة نشيد.
هذه ما إلها ملحن يلحنها ويخليها نشيد، نشيد الإيمان، نشيد العزة، نشيد الكبرياء. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها، إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها شانها، فشمر للحرب في معرك به عرك الموت فرسانها، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح ألوانها، إلى أن يقول ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خلصانها، جلتها له البيض في موقف به أثكل السمر خرصانها، فبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذانها. اسمع، فما أجلت الحرب عن مثله صريع يجبن شجعانها. الله، رحمة الله على سيد حيدر. العزة وقت شباب، أحكي وياكم الكبار والصغار، الحسين لكن الشباب أحكي، عزتكم في الالتصاق بدينكم، أكو هجمة كبيرة عليكم، هجمة كبيرة لتهديم كل مقدس، للإساءة لكل مقدس. التصقوا بالحسين، كلما زاد الضغط عليكم، كلما حاولوا يستلبون من عندكم القدسية للإمام، القدسية للقرآن، القدسية للمقدسات، التصقوا بالحسين. أنتوا الشباب، من أراد العزة يلتصق بدينه، بصلاته، بحسينه. العزة الحسين أراد لنا العزة. ولذلك أيها الأحبة، آخر لحظة قال هاتوا لي ثوب لا يطمع فيه أحد. الله، قال ذولا ما عندهم شرف، الأمويين راح يسلبوني، فأعطوني ثوب لعله ما أسلب. هاتوا لي ثوب لا يطمع فيه أحد. جابوا له ثوب اسمه التبان، أكو قماش عند العرب اسمه التبان، الظاهر يلبسوه أهل غير المسلمين، أو إنه ثوب مو مرغوب به. قال لا، ذلك ثوب من ضربت عليه الذلة. شو يقولون المؤرخين، الرواة، أصحاب المقاتل، شو يقولون؟ يقولون فعمد إلى أفضل ثيابه ففزرها ودخل للمعركة. تعرف سوى؟ يعني بتعبيرنا أجمل بزة عسكرية نزل بها الإمام الحسين سلام الله عليه، ووقف بالميدان يصيح يقاتل الكتائب، مو عبد الله بن عامر، يقول والله ما رأيت مكثورا قط كالحسين بن علي، يجتمع عليه 30,000 فيشد عليهم فينهزمون بين يديه، فينتشرون بين يديه انتشار المعزة إذا شد بها الذئب، ويهجم عليهم ويبعدهم عن خيامه ويصيح صلوا على محمد وآل محمد، ويصيح بالميدان أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، عيالات النبي صلى الله عليه وآله، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ويقاتل بالميدان، السانج للمصيبة، وأريد اليوم ويا زينب هم أروح للكوفة. زينب سلام الله عليها وأخوات زينب يطمنهن، يا صوت الحسين ما بقى عندهن حامي إلا الحسين، يطمنهن الإمام الحسين، اطمئنن أنا موجود. لما انقطع صوت الحسين صاحت واحدة مالي لا أسمع لابن أمي صوتا، صاحت الثانية مالي لا أرى لابن أمي شخصا، صاحت ثالثة أخشى أن تكون قد حالت بيننا وبينه الخيل والرجال، صاحت زينب حاش ابن أمي. زينب تربية الحسين، تربية أمير المؤمنين، تعرف الحسين، حاش ابن أمي أن تحول بيننا وبينه الخيل والرجال.
لكن أكو مصيبة لابد صارت. ركضت وين؟ ركضت للتل الزينبي، وضعت عشرها، العرب إذا عندهم صاروا مصيبة وضعت عشرها على رأسها ثبت روحها، ونادت أخي حسين، شافت الخيل قام تجيها توجهت إلى أخي حسين، ابن أمي حسين، نور عيني حسين، ثمرت فؤادي حسين، هذه الخيل والرجال قد قصدتنا، فإن كنت حياً فأدركنا، وأن كنت ميتاً فأمرنا وأمرك إلى الله. ماكو جواب من الحسين، الخيل إجت وشايلة الأقباس، وين راحت؟ شوف زينب سلام الله عليها كانت ثابتة صامدة في كل مواقفها، أبداً عندها وضوح وتمشي على طريق وعلى منهج، ما اضطربت إلا في لحظة واحدة، لحظة راح أبا عبد الله من راح أبو السجاد، شلون راحت للإمام السجاد تركض ما تعرف بعد شو تسوي، صاحت عم علي هذه الخيل والأقباس أجتنا ماذا نصنع؟ قال عم ما تدري بعدها، ما تدري الحسين مقتول، عم ارسنديني إليك، شيلي إيدي، أخذت، قال عم ارفعي طرف الخيمة، رفع الله، قال عم عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين، عم فروا على وجوهكم في البيداء، يقول ركضت تفتح الخيام، طلعوا روحوا فروا على وجوهكم، بس قلبها ما طاها، وين توجهت؟ توجهت إلى جهة الحسين. لما توجهت هاي خيل ورجال، من اللي شافها؟ شافها شبث بن ربعي، كان واقف يم عمر بن سعد، لما شافها شبث بكى، نظر إليه عمر بن سعد قال علامة تبكي؟ انت ليش تبكي تويانا؟ انت اشتركت بقتل الحسين، علامة تبكي؟ قال ألا تنظر إلى ابنة علي في الوادي متحيرة بين الخيل والرجال؟ قال لا تشوفها زينب، قال ويحك عقيلة الهاشميين؟ قال بلى، قال مر الجيش فلينفرج لها صماطين. رحمة الله على السباك عد أبيات يقول أنده ورد وصل داي لبوي المرتضى حيدر، وحكيل على هضم الصار يسمع هالحكي يقدر، أريد أحكي على هضم الصار وأريد المرتضى يسمع، وأقول له عقب عين حسين العس عسكر عالف واطم، دع من بين الزلم والخيل زينب يا علي، تطلع تصيح وتصفق تشفين، يا اهل الله الطريج منين اريد اوصل لاخوي حسين، واخذ معصب بيدي واقول له ضاعت الخدر. القصيده طويله لكن بعد وين اجاه الليل، وذاك الليل اي ليل اصعب من ذلك الليل على زينب. في بعض الروايات يقول بالنهار وصلت له، واكو روايات تقول لا وصلت بالليل، لما وصلت يمه وضعت يدها تحت ظهره، شالت راسها، اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، ورجعت إلى خيامها. وبعد وين يريد الروح وياك وأنا وياكم للكوفة، أخذوها للكوفة. شفت بعض الخطباء ينقلون سا ما أدري إيش صحتها، يقول أهل الكوفة شمعنا قاموا يذبون تمر وجوز على أهل البيت يطهم طعام، يقول بعض أطفال الحسين مدوا أيديهم من الجوع، لأن ما طهم جوع ثلاثة أيام ما يطهم أكل، مدوا أيديهم من الجوع. فلما رأت زينب سلام الله عليها ذلك صاحت ويحكم يا أهل الكوفة، إن الصدقة محرمة علينا، ويلي بقيت وياي أريدكم بقيت محيرة وصفج باليدين، لا عباس يبرالي، بقيت محيرة وصفج باليدين، الليلة زينب بالكوفة، نوصل صوتنا إلى زينب نقول سيدتي مجروحين عليك، متألمين عليك، باكين عليك، بقيت محيرة وصفيج بليدي، لا عباس يبرالي ولا حسي، شمال الناس تتفرج
علي أنا عمت عين اللي صيد بالعلينة أقلب طرفي لا حمي ولا حماية يا ابو علي لا تقول ما عندك مروة ارخص دمعتك لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الاخوة انا يا ما خذتني حسين قوة تشوف الشمر بيش سوى وصوت علم توني تلوى عندك حالتني يا حلو لا فكرك يمي وصوت علم توني وين الونة مالتك بعدك ما متهيأ ارفع ايديك اشوف ارفع ايديك عمه ايام عزاء احنا غير حسين ما عدنا وسيله والذنوب هواي احنا غير حسين يلا وغدا يبدو وغدا يبدو لنا سدا منيع هذه آراؤنا اي والذنوب هواي اي ولا عين ولا عين خواتك نحن بفقدك ولا عين ناصر ما بقى الهن ولا عون ولا عين اوان جفوف ما عندك ولا عين شلون تقوم لي او تنح رفع الايادي عين شلون تقوم لي او تنح اي اي وين 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 اي علي الله اكبر سالي اعذروني يا عباس قلبك واعي عالكلفة يا عباس وجه الكون ذا تعبس يا عباس شقولا تدري ما تدري يا عباس يطقني الشمر وانا اشكف بدي يطقني الشمر وانا اشكف بدي بقربة زينب عجل وليك الفرج هيا لطن قوم على حيلك بويا اي بويا قوم على حيلك بارك الله بك بارك الله بك الشباب تقدم قدام بدول عمرك يا حسين ومصاب شباب 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 صير قدام المجلس جاوبني عمي يا حسين ومصاب ويمصاب يا حسين ويمصاب ارفع ايديك وجاوب حبيبي حسيني حسيني ودمعي العين سيتشاب عندك مجال شوي ترجع لي ورا
زينبتي وين ويتنادي هلا بي هلا يا حسين يا ذكريك بطرف انساني وانا اعتقادي بداية افتارك عنواني تقول حتى انا اسمع حاشاك لليوم الوعد حاشاك لل ايه 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 حسيني بارك الله بك جوابك شلنتين ترى هالليلة وهذا المجلس انت الرادود كل واحد منكم لا تبخل بصوتك المنظام ما صوتك ندائي ندائي يا عقلي ندائي ندائي يا عقلي صيح وياي تحضرك العقيلة يفد ما صوتك ندائي حي الله ندائي ندائي يا عقل صيح 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 اهوى ويله يا بنت الزكية صيبتك والله اشد من المنية منين جت يم الخدر هاي الرزية منين جت يم الخدر هاي الرزي متقرا وياي منين جت يم الخدر هاي الرزي اي من عقب خدريك يسمونك سبية من عقب خدريك يسمونك سبية دمع فاض دمع فاض دم سيله ندائي ندائي يا عق تقول ندائي لو لا ندائي ندائي حضرك العقيله ندائي ندائي يا اللي ما كانت خيالك تنظر الناس يلي ما كانت خيالك تنظر يا الناس هسه ما تشوفه واسير بين الارجاس شركبيج فوق الهزن شاوي العباس شركبيج فوق الهزن صيح صيح شركبيج فوق الهزن عالشريعة من طريق جثة بلا راس عالشريعة من طريق جثة بلا راس ركبتي ركبتي عالهزيلة ندائين العدة حاجة يلا فدوا صوتك أعلى أعلى ايوه ابدا اشتكي والدمع من عيني حامي شرب ما يحسين لو ذبحوه ضامي صيدك عفتي جسم عالتربان دامي صيدك ظليتي غريبة بلا محامي قولوا وياي صيدك ظليتي غريبة بلا محامي مصيبة مصيبة مو قليلة ندائي تقول بعد ممنون إلى خادم الحسين المخلص ميثم الكربلائي ممنون عمي ليش ضعنك يا العقيلة بلا محاميل قمت عيني بس يتامى ويا الأراميل
منه يحجبها الضعينة ومنه كافيه، منه يحجبها الضعينة ومنه كافيه. واويلاه وصفه يحديك الشمر عقب ابو فاضل، وصفه يحديك الشمر عقب ابو فاضل. والعيون والعيون تشتكي لصيح وياي نداء، اي راح واحبابي شب، راح واحبابي زينب شمعه شمعه، راح واحبابي زينب شمعه شمعه. وبفقدهم انت ذبتي دمعه دمعه، وبفقدهم انت ذبتي دمعه دمعه. صوت دمعك عالي بس منه اللي يسمعه، لراح يا وصف المدى، لراح يا وصف المدامع ما ترجعي. العمر راح، العمر راح، ليلة ليلة ندائي ندائي يا عقل صيح ندائي ندائي. يا قلم يم المصايب يروح حزنيك، قبال راس الكافن الصوت علمتنيك. من المدامع والسهر ذبلان جفنيك، ونت الناقية مولاك على ونيك، ونت الناقية مولاك على ونيك. قلب ذاب قلب ذاب من غليل صيح وياي نداء. شباب شباب اعلى اعلى، اي 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 تحضرك العقيله نداء. يا زينب ترى الدنيا عجيبه، أمس شنت مخدرة الليلة غريبة، مكتفة بديوان ريحتي يا مصيبة، وعن رماح قبالك الشيبة الخضيبة، وعن رماح قبالك الشيبة الخضيبة. أويلاه أويلاه يا الأصيلة صيح وياي ندائي ندائي يا ندائي ندائي. بعد مرة هلا بيك هلا بيك. اسمعني جزاك الله خير، جزاك الله خير. بغربة وشابح العين وين انطي الوجه وين، كبرت تحت المنابر ومتعمد انا هذا المستال خليته حتى احسن تحفظوه واحسن تجاوبوه. بغربة وشابح العين وين انطي الوجه وين، لا عباس يبرالي غربة وشابح العين وين انطي الوجه وين، غربة وشابح ايديك خلي ايديك أين، لا عباس يبرالي ولا حسين، لا عباس صيح غربة وشابح العين وين انطي الوجه. سمعني بغر لا عباس، لا عباس يبرالي ولا حسين، لا عباس.
أقضي المهابة شفتي المصيبة أنا يا العزيزة وأصبح غريبة أمشي يسيرة والله يا عجيبة وشبت أخويا بدمها خضيبة عفنا الغالي مذبوح ولازم لسه بنروح عفنا الغالي مذبوح ولازم لسه بنروح والعباس قطعوا منا الشفين لا عباس يا برا ايديك ايديك غربة وشابع غربة وشابع وين انطل اعلى 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 هي لا عباس لا عباس ارفع ايدك اشمرها اشمرها لا عباس اهيش عظمها ليا الرزية والهاشمية تصبح سبية ارعى سكينة واحمي رقية ابكي على حالي وانا ايش بدي وانا ايش بدي ما كانت على البر شنو اتشتب بالحبال ما كانت على البال اتشتب بالحبال والشمات تنظر عن ساوي لا عباس هي بغربة وشا بحضرك أبو فاضل عمي هي غربة وشابة ممنون خادم لا عباس علي فدوى العمر لا عباس آهيش عظمها خادم الحسين المخلص كرار حسين الكربلائي آهيش عظمها ليا الرزية والهاشمية تصبح سبية أرعى سكينة واحمي رقية أبشي على حالي وأنا إيش بدي وأنا إيش بدي ما كانت على الباب اتشتف بال تقول له لا ما شنو اتشتف والاشد والشمات تنظر عني ساوين لا عباس يبرا بغربه وشابح العين بغربه وشاب فدوى صوتك غربه تعال المجلس هم قولوا يا ايه ايه هيا لا عباس هيا لا عباس عمري يا ريته يقرب ختامه بعدي الجفوني يا ليل نامه احفظ حجابي ورعى اليتامه صوتي الأعادي بمتني علامة بمتني علامة مدري أهلي يرضون شمر يحدي لضعون مدري أهلي يرضون شمر يحدي لضعون شوف شلون لمن يغدر البين لا عباس لا عم بغربة وشابح العين بغربة وين انطل وجه بغربة وين انطل وجه هي لا عم اشمرها ليديك حتى براحتك ترطم فدوى العمر أخفي دمعتي محتار بأمري
المن عاتب ولا يدهري مني دمي عناق يجري وحدي وغريبة وخوفي على خدري آه من اليسرى شيبني برزايا آه من اليسرى شيبني برزايا مثل شلون توقف بالدواوين لا عباس غربة وشابحة غربة ايه ايه غربة وين انطي الوجه يلا لا عباس علي ويا عقبي النشامة دهري هضامني بعدي الهواشم الغرب ضبني الغرب ضبني هذا اللي يجورني هذا اللي يجورني وذاك الضربني هذا اللي يجورني وذاك الضربني هذا اللي كتفني وذاك اللي يسيبني ذاك اللي يسيبني مثلي يا قلب ناح روسه لعلي الرماح مثلي يا قلب ناح روسه لعلي الرماح انظر لاخويتي وصف جبيلي دي لا عباس هلا غربة وشابحة غربة النشامة النشامة تحضرك زينة لا عباس أجرع مراري وقلبي بعذابه بنتي الصميدة ونمتي بخرابي واسمع رقية تنادي يا بي قولوا وياي واسمع هي اعلى اعلى واسمع ولن راس ابوها شوفه بخضابه ماتت من الآلام من يدفنها بالشام ماتت من الآلام من يدفنها بالشام بالشامات صار الجرح جرحه لا عباس بارك الله غربة يلا يلا وين سبع القنطرة وين سبع علي وين سبع القنطرة الله وين سبع القنطرة عيني يا عباس مشموحة إلك أنا مسبية وصرت أتأملك لو قلت عباس يهتز الفلك ليش ما تحضرني دمعي سائلك نار قلبي موجرة وين سبع صيح شباب حالة يا عباس مر تفسيرة انت انت الكافل ولا غيره حاشا ترضى اختك تصير بحيرة الله الله وين راعي الغيرة الله الله وين راعي الغيرة
خويا صرت محيرة وين أسد إيه خويا صرت محيرة يا حضرك خويا صرت محيرة أي الشمر شاف دموعي على وجنتهن صاحخت عباس شدفوها بحبل صاحخت عباس شدفوها بحبل بلا يا محمل خلها تصعد الهزل بلا يا محمل خلها تصعد الهزل وانا صيح بشاربك يا بالفضل وانا صيح بشاربك اي مدمع الغالي جرى وين سب علي مدمع الغالي جرى مدمع الغالي جرى اي يا قمر عدنان منك اعتذر من بعد عينك ريحت ويا الشمر انتظر تحضرني لو ما انتظر انا يا حامض عن رب الستر تعال روح ميسرة تعال روح ميسرة تعال روح ميسرة خويا الجمر اعتابي يسحر ما طفي واويلا 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 صيح 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 الله واويلا علي واويلا اي واويلا اي خويا الجمر اعتابي يسحر ما طفي عاتبك دمعي يا سلطان الوفا شلون دخلت عباس وامشي مكتفه خويا من بعدك على الدنيا العفه وريت جسمي على الثرى وريت جسمي على الثرى اي ريت جسمي على الثرى يسيرون يا شب العقد الولى والعيل المقيدين بسلسلة صحت يا ساقي عطاش كربلة صحت يا ساقي عطاش لسا عطشانة وشفاه ذابلة عيوني ليك مناطرة وانا سبع وانا سبع القنطرة وين سبع القنطرة وين سبع ال... وين سبع القنطرة وين سبع القنطرة وين سبع القنطرة وين سبع القنطرة وويل على العباس وويل وويل اقعد 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 مو تطلع من الصالة اقعد ورتب صفوفك عني شغل وياك عني شغل توها بدت مصيبة واقعة الطف شباب اللي هناك تعال لي قدام تعال حبيبي يلا وويل على العباس وويل على العباس وويل على العباس ارطم ارطم وويلي على العباس وويلي على العباس وويلي على العباس وويلي على العباس شباب اطراف المجلس ليش قاعد تعال وياي فدوى لعمرك تعال وياي فدوى روح طولك تعال وياي وويلي على العباس وويل على العباس غالي شفوفه قطعوها عين بسهم طفوها هامه بعمد هشموها اخته تصيح خلوها ضلت الطوم على الراس وويل على العباس صيح وويل على العباس وويل على العباس تبكي وصاحت سكينه شيال العلم وينه
خلي يلحق علينا، خلي يلحق علينا، ننحب ما درى بينا. واويله تتفرج علينا الناس، واويله يلا، واويله على العباس، واويله على العباس. صاحت زينب بحيرة، ما تقعد يا ابو الغيرة، اختك راحت يسيرة من ديرة لعد ديرة، من ديرة لعد ديرة، وبضعنك حدة ارجاس. وحوالي انطق ابقى من عشيرة عابس و... ألطم 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 ألطم، خلصنا من عشيرة عابس وعبد الذبيح. ألطم 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 بدون كلام بدون كلام، من عشيرة عابس وعبد الذبيح. خلي لومون الجبل ما تهم ريح، من نموتن تبقى أنفاسي تصيح. وحسيناه توكلت على الله، قتيل العبرة قتيل العبرة قتيل العبرة قتيل العبرة، زيز الزهرة زيز العبرة زيز الزهرة. حسن يا مولا يا مولا يا مولا، حسن يا مولا، صيح حسن يا اي حبيبي الغالي. تظلت تالي عقب دلالي، عقب دلالي، وعشق دلالي، منو اللي غيره؟ طبيب جروحي قدمعة نوحي، سكنت بروحي، عشت بالذكرى عشت بالذكرى. حسن يا مولا يا مولا يا مولا، حسن يا مولا أعلى، حسن يا مولا. بيت الدعاش كثر لاموني، يا نور عيوني فلا نسوني، محبتك جمره سور قراني، عشق وجداني جرب شرياني، وجرب كل قطره جرب كل قطره. حسن يا مولا يا مولا يا مولا، حسن يا مولا. جزاكم الله خير، ما قصرتوا، قضى الله حوائجكم. الايادي الثنين ارفعها. الا وصلى الله على الباكين على الحسين، حسين 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 حسين.